السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. فيديو الإجابة النهاردة، طبعا التعليقات الأولانية شكرا الله يبارك فيكم. هنا في واحد الله يبارك فيكم جميعا عايز أسألك سؤال. أول عايز أسألك المخاطر والاحتياطات للغنم اللي عايزة تخلف من ناحية النعاج والحملان، وتحياتي لك الله يبارك فيك. المخاطر بالنسبة للغنم اللي هي هتخلف اللي هي الأمهات، أكبر وقت فيه مخاطر هو في الشهر أو في الشهرين الأخيرين من الحمل، وهم بيحصل فيهم لو في سوء تغذية أو في نقص في الإضافات، يعني نقصت عناصر معينة، حصل عندها هبوط في نقص الكالسيوم بيسبب عندها تسمم الحمل. النعجة أو المعزة بتيجي في الشهر الأخير ما بتعرفش تتحرك وبتقطع أكل، بتعرفش تقوم، بتفضل نايمة وبتقطع الأكل ما بتاكلش، ده بيحصل عندها تسمم حمل. الاحتياطات ان التغذية زي ما قلنا، التغذية في الشهرين الأخرين من الحمل اللي هم الشهر الرابع والخامس وأول شهرين في الرضاعة الأول والتاني، دول أهم 4 شهور محتاجين تغذية علفة مظبوطة. إن شاء الله بتتلاشى جميع المخاطر بإذن الله من ناحية الأمهات، وبتولد خلفة ممتازة وبتضر لبن كويس بإذن الله. من ناحية الحملان او المواليد بتاعت المعز او الاغنام، اهم حاجه بالنسبه في السقعه حاول التدفئه، يعني مش التدفئه ولا علوم دفايات، يعني يكون في مكان معزول عن التيارات الهوائيه، بعيد عن الشتاء، بعيد عن البرد الشديد بالنسبه للمواليد حديثه الولاده. السؤال اللي بعده، بحال كان قصد من التعليف المحافظه على وزن النعجه حتى يحين موعد التلقيح، كم يكفيها؟ هل 750 جرام او نص كيلو او كم بالمية من وزنها؟ طالما النعجة فاضية ومنتظر، يعني عموما احنا بتكلمنا في الدورة اتكلمنا قلنا النعجة بتحتاج 4 شهور او المعزة 4 شهور، دول محتاجين دفع غذائي، محتاجين تغذية مظبوطة، محتاجين اعلاف كويسة، اللي هما الشهر الرابع والخامس من الحمل والاول والتاني من الولادة، دول محتاجين تغذية. طبيعي النعجة بتطلب الذكر امتى؟ بتطلب الذكر بعد ما تولد من شهر ل 45 يوم لشهرين بالكتير. فانت خلال الشهرين اللي هم اول شهرين بعد الولادة، لما اول شهرين في الرضاعة، انت طبيعي بتدي تغذية كويسة، فهي هتكون عندها ان شاء الله الخصوبة كويسة. اي نعم هرمون اللبن بيكون عالي، بيأثر شوية على انها تمسك العشر، بس ما فيش مشكلة، بردك بتمسك، بيخفض نسبة التلقيح الايجابي، بس بتمسك بردك ان شاء الله. وان كانت النسبة اقل لعن لما تكون فطمة المواليد، ولكن برضك بتمسك مفيش منها اي مشكلة ان شاء الله. يبقى انت لما تيجي هتكون انت في مرحلة تغذية، اما هي كده اصبحت ان انت مش محتاج انك تنقص الكمية التغذية، هي طبيعي في مرحلة تغذية لما بتدخل تلقح. اما انت مش عاوز تفطم تعشر دلوقتي النعجة، تلقح النعجة وسبتها تفطم ابنها 3 شهور وخلاص وخفيت عنها العلف، فما فيش اي مشكلة. هنا على حسب المرعى كويس، المرعى غني على فكرة، ال4 شهور دول في ناس كتيرة بتعلفش خالص، معتمد على المراعي بصورة اساسية فقط لا غير، ما بيديش حباية علف للاغنام نهائي. انا بتكلم على المفروض الطريقة الصحيحة اللي هو بتحصل بها على اغنام افضل معدل تحويل، اغنام معدل تحويلها كويس وتطلع معاك نمرة 1. ما بتكلمش على اغنام وخلاص، انا بتكلم عليه واحد. لكن في ناس، ما الناس كتير هتقول ده في ناس معتمده على المراعي فقط، انا بقول لك في ناس معتمده على المراعي، بس مستحيل اللي معتمد على المراعي يطلع زي على المراعي فقط، يطلع زي اللي بيعلف ابدا، لازم اللي بيعلف يكون افضل مليون مره. على العموم يبقى احنا كده، لو انت عاوز تخليها فاضيه في الحاله دي، لو المرعى كويس مفيش اي مشكله بدون اي اعلاف، عاوز تديها مثلا معدل ربع كيلو 300 جرام 400 جرام نص كيلو، لو المرعى ضعيف وهي حجمها كبير، نعجة مثلا وزنها 40-50 كيلو، يبقى ممكن تستكفى 300 جرام 400 جرام نص كيلو لو العلفة رخيصة عندك بعد المرعى، لو المرعى ضعيف. أما لو المرعى غني استكفي بالمرعى ما فيش أي مشكلة. طبعا هي الفايدة من التغذية في مرحلة قبل العشر بتزود الخصوبة، فأنت لو المرعى كويس هيزود الخصوبة إن شاء الله بدون علف. أما لو أنت المرعى ضعيف، على الأقل زي ما قلت لك أقل حاجة عن ربع كيلو علف، دي أقل حاجة بعد المرعى. السلام عليكم، معكم استاذ بركاته، انا من السودان، واسعار العلف بنسبه بروتين 18% من مكونين كزب سمسم وذره مع الاضافات، ما تكلف ما يعادل 4 جنيه مصري بالنسبه لنا احنا هنا، ممتاز سعرها ممتاز.
18% 4 جنيه مصري سعر ممتاز، وهي كويسة بسعرها معقول. معايا 30 كوس بسمسم و70 ذرة، بسأل كده مظبوط وبتجيب معايا نتائج حلوة؟ مراعاة مع كل شيء مظبوط، وجزاك الله عنا كل خير. يعني تقصد الإضافات يعني؟ إن شاء الله العلفة بإذن الله تمام، مفيش منها مشكلة. بس لو شلت، طبعا البروتين هيزيد، لو شلت 20% من الذرة وحطيتهم ردة اللي هي النخالة، هتخفض نسبة النشويات شوية عشان تخفض نسبة الدهون، بس مش أكتر. انت هتستخدم 70% ذرة، طبعا مع السمسم بروتينه عالي هيديك ان شاء الله بروتين كويس. يعني لو السمسم 40-30% هيديك، احنا قلنا 70% من الذرة تقريبا 7%، وال 30% من السمسم هيديك 30-40-25 هيديك 10، ال 30 هيديك حوالي 13، 13 و7 هيديك حوالي 20، حوالي 19 كمان مش 18، في حدود يعني 18-19%. بروتين ممتاز وسعر ممتاز، والعلفة تصلح مش منه مشكلة، بس يعني الذرة ممكن تدي نشويات عالية، فلو تحط معها حاجة غنية بالألياف زي الردة، لو الردة عندك لأن خالة بسعر الذرة، شيل 15% من الذرة وحطهم نخالة بحيث تخفض النشويات، بحيث ما تعملش معاك دهون كتير. ولو هي غنم سوداني على فكرة اعلف كده 100%، الغنم السوداني ما بتشيلش دهنة في طبيعتها، مش زي الغنم عندنا البلدي بتشيل دهون كتير، الغنم البلدي بتشيل دهون، اما الغنم البرقي تعتبر اقل غنم عندنا في مصر بتشيل دهون هي الغنم البرقي. السؤال بعده، هل يمكن السؤال لك عن الجمال والابل؟ والله للأسف الجمال الابل ما عنديش عنها للأسف اي خلفية، عندي خلفية عن الابقار والجاموس يعني المواشي والاغنام، للأسف الجمال واللي هي الابل يعني ما عنديش عنها اي خلفية. شكرا لحضرتك، الله يبارك فيك. سؤالي، لو عايز اعمل مشروع تربية الغنم برقي ورحماني امهات، برقي ورحماني امهات، والمعيز البور الحلاب في الاراضي الجديدة زي الواحات والفرافرة، الفدان برسيم حجازي اكل كام راس، ولو جبت 100 ام عايزين مساحة قد ايه، ومحتاج ايه اعلاف تانية؟ للأسف راجع الطريقة الصحيحة لبداية مشروع الأمهات لإنتاج المواليد، راجع الفيديو هتعرف الحاجات اللي انت محتاجها كتغذية للأمهات، وراجع الفيديو الفترة التي تحتاج فيها الأمهات للتغذية، فيديوهين كده تراجعهم هتعرف بالتفصيل. أما من ناحية المعز البور الحلاب، لا المعز البور عندنا مش حلابة خالص، ما تفكرش فيها، مش قصة ان معز هتجيب معزة سعرها غالي عشان تنتج لبن، لا تروح يروح تجيب لك معزة برقي ولا بلدي ولا زرباوي فيها لبن، طالما انت عاوز تنتج لبن هتروح تجيب معزة بور عشان تنتج لبن. معزة البور حاليا علغية، متوقفة على الغواة لان سعرها غالي. راجع فيديو مقلب المعز البور والقبرصي والحجازي في مصر برضك. اما من ناحية الفدان بياكل كام راس، للأسف انا ما بزرعش برسيم اخضر وباكل اخضر عشان اقول لك الفدان هياكل كام راس، ولكن اقدر اقول لك من ناحية الدريس، من ناحية الدريس لو انت هتعتمد على الدريس فقط كأمهات مش محتاجة في وقت ما تكونش محتاجة في علف، النعجة متوسط بتاكلها حوالي 1.5 كيلو دريس في اليوم، حوالي 1.5 كيلو دريس مش برسيم، يعني برسيم دي حجازي مجفف فقط بدون اي اعلاف. اما لو حطيت اعلاف لا طبعا بتقل نسبة الدريس الحجازي الطبيعي. في الخروف في التسمين لما ياكل 3% من وزنه علف مركز في اليوم، في الدريس ما بياكلش اكتر من 1% من وزنه، يعني ما بياكلش اكتر من ربع كيلو تقريبا في المرحلة الأولانية، يعني بيكونش في حدود ربع كيلو 300 جرام 400 جرام نص كيلو كحد أقصى مع 3% علف. أما المساحة 100 أم، المساحة لو أنت حظيرة مغلقة المساحة لا تقل عن 2 متر لكل أم، ما تقلش عن 2 متر، كل ما تكبر كل ما تسهل معاك عمليات النظافة. المضاد الحيوي بنسلين بعد ما يتم إزابته بالماء يحفظ في التلاجة عادي، وكم هي مدة بقاء صلاحيته؟ للأسف ما عنديش خلفية عن البنسلين اللي هو بيجي البودرة لوحديها والمية لوحديها، ولكن أنا اللي بجيبه البنسلين البطري عبارة عن بنسلين محلول، محلول يعني في مية بس بترجه كويس،
ما بيحتاجش انك تضيف له مية، ما بيجيش البودرة لوحدها زي البنسلين البشري. في بعض انواع البنسلين، حتى في بعض انواع البنسلين البشري بتيجي محلول جاهزة. فانت عشان تبقى في الامان هات البنسلين اللي هو عبارة عن البنسلين في المية بتاعته، ما بتحتاجش غير انك ترجه قبل ما تسحب، ما بتضيفلوش مية، يعني بتجيبه محلول جاهز ما بتحلهوش انت، ما بيكونش البودره لوحدها والماء لوحدها. انا ده البنسلين اللي بستخدمه البيطري، بنسلين محلول جاهز، ما عليك غير انك ترجه كويس لانه بيرقد الدواء، بينزل بيترصب تحت وتلاقي الميه فوق، فانت بترجه كويس وتسحب. ده بيعيش على فتره الصلاحيه المكتوبه في بحوالي سنه تقريبا فتره صلاحيته، ما فيش اي مشكله حتى بدون ثلاجه بيعيش، بس اهم شيء ما يضربش فيه الشمس مباشره وما يكونش الجو حر. بس اما لو انت جبت اللي هو بيتذوب حاول قدر المستطاع تخلصه بسرعه، ما اقدرش اقول لك فترته قد ايه. لو سمحت، مواليد الاغنام عمر شهر تاخد فيتامين او كالسيوم علشان ما يحصلش مرض الرجلين اللي بيحصل فيهم زي التواء او حاجه بتتسمى عند الخروف مريكب. التقوص في الرجلين ده، التقويصه في الرجلين، الالتواء في الرجلين الاماميه، ده بيكون نقص كالسيوم، ده بيكون نقص كالسيوم. هو في الشهر الاول، في الشهر الاول بيرضع لبن كله كالسيوم، فالمفروض ما بتجيلوش تقوص الرجلين الا اذا لو كانت الام ضعيفه وهزيله واللبن ضعيف جدا، كميه اللبن ضعيفه، ما عليك غير انك بتحتاج. طالما في العمر الشهر بيدور بياكل علف، عمر شهر الخروف بياكل علف بنسبه بسيطه بس بيعوض بيساعد معاه في اللبن، اعمل له علفه بروتين عالي، بروتين عالي ما تقلش عن 20% وتكون ناعمه مش مطحونه، نعمة يعني زي السكر كده، مجروشة جرش نعم زي السكر، اعمل له علفة بروتينها عالي حوالي 20% وعليها الإضافات، وأهم إضافة تحط عليها الكالسيوم، الكالسيوم اللي هو كربونات الكالسيوم، مسحوق الحجر الجيري، مسحوق الحجر الجيري في مصر هنا اسمه بودرة بلاط، سعره رخيص طبعا، أي بلوك أبيض تطحنه ناعم ويصبح هو ده بودرة البلاط، هو ده كربونات الكالسيوم، البلوك الأبيض اطحنه، الحجر الجيري اطحنه ناعم، هو ده كده كربونات الكالسيوم. تحطه على العلف بمعدل كيلو لكل 100 كيلو، بالنسبة يعني لو عملت 10 كيلو علفة تحط عليهم 100 جرام بودرة بلاط اللي هو كربونات الكالسيوم، دي أهم إضافة. طبعا هتحط الفيتامينات والأملاح اللي هو البريميكس الكامل والخميرة، بس ده تركز على الكالسيوم. لو كان اللبن الأم ضعيف بالطريقة دي إن شاء الله يطلع معاك 100% بإذن الله، يساعد مع لبن الأم وما يحصلوش أي تقوس إن شاء الله في الرجلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لو الحالة حصلت لك التواء في الرجلين، هنرجع للسؤال تاني معلش، لو حصل لك التواء في الرجل من قدام بتتلوي بتتقوص، ده في دواء بشري اسمه ديكال 12، ديكال 12 شرب بتاع اطفال، دواء بشري، العلبة رخيصة يعني العبوة 100 سنتي تقريبا او 120 سنتي في حدود من مصر هنا بحوالي 6 جنيه 7 جنيه، مش عارف انت في اي بلد. المهم الدواء عباره عن اسمه ديكال 12 اللي هو عباره عن كالسيوم مع فيتامين بي، لو انت الاسم متغير من بلد لبلد قول له عاوز كالسيوم شرب، كالسيوم مع فيتامين بي، كالسيوم مع فيتامين بي وتقريبا معاه فيتامين د كمان، كالسيوم وفيتامين د وفيتامين بي، ده مضاد للكساح اللي لين العظام عند الاطفال، هتدي له كل يوم 10 سم 15 سم تشربهم في بقه اللي هو عمر شهر، ان شاء الله لو خلصت عليه العبوه خلال 10 ايام رجليه بتلاحظ اتعدلت، بتلاحظ الاستقامه في رجليه رجعت بشكل ملحوظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل صحيح ان عامل التحويل للاغنام في الصيف يكون اقل منه في الشتاء؟ اذا نعم ما السبب وكيف يمكن تفاديه؟ يا اخ هيزا انا عملت الفيديو السؤال بتاعك ده في فيديو مخصوص وان شاء الله تكون سمعته، اللي عاوز يعرف اجابه السؤال ده لان عملته سؤال كويس يعني حبيت اعمله في فيديو مخصوص وذكرته، هل مواليد الاغنام في الصيف افضل ام مواليد الشتاء، وهل معامل التحويل معدل التحويل في الاغنام في الصيف اقل من معدل التحويل في الشتاء، وحطيت علامه الاستفهام وتمت الاجابه عليه في الفيديو كامل بالتفصيل، ده آخر فيديو نزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اشتغل على دورة سريعة لغاية عيد الأضحى القادم إن شاء الله. في مشكلة في المدة دي عشان هجيب حبلان صغيرة وزن 15 كيلو. لا مش دورة سريعة طبعا، احنا فاضل 6 شهور عادي، بس انت يعني عاوز تعلف تجيب الثلاثة في المية. طبعا الأوزان انت مدخلها 15 كيلو يعني لازم تعلف على طول، هتدخل أوزان صغيرة، تدخل أوزان 15 كيلو بمعدل نقوله 6 كيلو في الشهر، يعني يبقى 35 و15 يديك 50 كيلو، ده يا دوب. طبعا الزيادة بعد كده خير وبركة، والمفروض ما يقلش معدل التحويل في التسمين السريع ما يقلش عن 6 كيلو في الشهر لأقل نوع معدل تحويل في مصر اللي هو البرقي. أنا بقول ما يقلش، مش هو ده كده 100 يعني آخره، لا ده ما يقلش، بيزيد، ممكن يوصل 8 كيلو و9 كيلو كمان، مش هنقول 10 كيلو بتيجي بس احنا بنتكلم على المتوسط، ما يقلش عن 6 كيلو. فما فيش اي مشكلة تدخل دلوقتي عادي او على 3%. طبعا ما انت لازم تشتغل بال3% اكيد طبعا، دخل دلوقتي طالما تدخل اوزان صغيرة 15 كيلو، دخل دلوقتي واعلف وتوكل على الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك الله يبارك فيكم. ممكن توضيح الاهم لاهم التحصينات اللازمة للماعز؟ انا عندي نسبة نفوق عالية جدا في المواليد بيموتوا بعد شهر. والله يعني مش هقدر، ولا في حاجة اسمها تحصين تسمم دموي، وفي تسمم معوي، وفي كولستريديا، وفي الموت المفاجئ، ده بالنسبة للماعز بالأخص. والأهم أنت عندك نسبة نفوق عالية اليومين دول، احنا في الشتاء، المواليد الصغيرة محتاجة بالذات في الماعز، الماعز ما بيستحملش الساعة، الماعز المفروض المواليد الحديثة تحميها في مكان مغلق بالليل على الأقل، بالليل لو أنت ما معكش مكان على الأقل بالليل تقعد المواليد الصغيرة في مكان مقفول عشان تبعد عن الساعة بالليل، وتبعد عن طيارات الساعة، وتبعد عن المطر، عن أي حاجة تسبب لها البرد وتسبب لها مشاكل. كتير من الإسهالات بتيجي بسبب البرد، كتير من المشاكل المعوية بتيجي بسبب البرد، كتير من الالتهابات الرئوية بتيجي بسبب البرد، فالمواليد الصغيرة بتكون حساسة للبرد اليومين دول. أما لو في أمراض منتشرة حواليك هتشوف أقرب دكتور بيطري، وتشوف ليه أمراض وباء يعني زي التسمم دموي، تسمم معوي، موت مفاجئ، الحاجات دي تروح تسأل أقرب دكتور بيطري وتجيب من عنده التحصينات وتحصن الغنم. عندي خروف جلد وشان بيلف حول نفسه، أنا متابعك وبحبك في الله، أحبك الله، أنا مسعيد أهلا وسهلا بيك. للأسف والله الدوشان ملوش علاج، طالما بدون ما تتعبش نفسك وتحقن، الدوشان ملوش أي علاج، ده التهاب في المخ خلاص، طالما لف حوالين نفسه وأكلته خفت والخروف ما بيزيدش، ما تتعبش نفسك وتدي إبر، ادبح على طول. عشان تتأكد إن عنده دوشان عاوز تعرف، اكسر الراس بس بتترمي وكل اللحم مفيش مشكلة، اكسر الراس نصين هتشوف المخ، هتلاقي فيه جزء ملتهب عامل زي العجينة، زي المية، زي المية في وسط المخ، ممكن بقى على حسب شدة الإصابة ممكن تلاقي نص المخ ملتهب، ربعه، جزء منه، المهم على حسب شدة الإصابة هتلاقي الالتهاب في المخ. عندي نعجة جايبة توأم واحد أقوى من واحد وبيحول أكتر منه، كيف أستطيع تحقيق التوازن بينهم مع العلم العمر شهر واعتمادهم لبن فقط؟ شهر يبدأ يدور على الأكل، شهر يبدأ يدور على الأكل، يعمل له علف نعمة وهياكل، بس ده الطبيعي، بينزل واحد أكبر من واحد وفي واحد بياخد حصة أكبر من واحد، ده الطبيعي. هتفصل الكبير وتقعد في وقت الرضاعة تدخل الصغير الأول، الكبير هيخس منك، ده توازن الطبيعي، ما عليك غير إنك تساعدهم بالعلفة، تعمل وجبة علفة بروتين عالي، مجروشة زي السكر كده مش مطحونة دقيق وبروتين عالي، وتعمل لهم وجبة إن شاء الله هيعوض نقص اللبن وهيزبطوا الاثنين مع بعض. لكن ده الطبيعي في التوائم، بتكون واحد كبير واحد صغير. أنا كانت في نعجة عندي جايبة ذكر وانتاية، الذكر عن النتاية بعد 3 شهور فرق 10 كيلو، بعد 100 يوم فرق 10 كيلو، الذكر كان أكبر من النتاية ب 10 كيلو، فيعني ده الطبيعي بيكون فرق الأحجام. فين السؤال؟ بس عشان في أسئلة داخلة، إن شاء الله نبلغ في ظل الله، اللهم آمين وإياكم إن شاء الله، رجعنا في الله كبير. يا جماعة في عرض الردين، ماشي. السلام عليكم، عندي عامل
عندي عامل علفة للغنم بس فيها سوس، هل فيها غلط على الغنم وأعمل إيه؟ يا ريت يا جماعة بلاش تريقة عشان في ناس بتزعل، يا ريت بلاش تريقة عشان في ناس بتزعل. على العموم انت بتتكلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي عامل علفة للغنم بس فيها سوس، هل في غلط على الغنم؟ مفيش اي مشكلة في السوس، الغنم السوس كده بيطلع وكده كده، يعني الاعلاف خامات الاعلاف ما هي غير الخامات اللي صالحة للبني ادمين بعد ما تسوس، تجيها سوسة بيتم غربلتها ونط وطلع السوس منها، ودي دي لازم دي بتروح للمخلفات، يعني الفول بتاع البني ادمين لما بيسوس بيروح على الاغنام، الذره بتسوس اذا كان في ذره يعني بتروح مطاحن او اللي هي بتاعت الزيوت، زيت الذره بتسوس بتروح برضك على، واذا كان في ذره سليمه طبعا بتلاقي المسوسه سعرها ارخص، الحاجه اللي بتسوس سعرها بيكون رخيص، عدس سوس بيروح كده، شعير قمح سوس غله اللي هي سوست بتروح للاغنام، فالحاجه المسوسه طبيعي بيكون سعرها رخيص، فده طبيعي بتروح ما بتترميش، اللي بيسوس هو ده طبيعي اكل الطبيعي بتاع الغنم، مش قصة يعني هنأكل الغنم فول سليم كويس 100%، لا ما هي بتروح، مع ذلك يعني في ذرة طبعا كويسة للغنم، في غلة كويسة للغنم، في شير كويس للغنم، بس إذا سوس بيتاكل برضك، هو طبيعي السوس بيطلع برا العلفة، مفيش منه أي مشكلة السوس على الغنم ما تخافش. أنا كنت سألتك قبل كده عن جراشة، قلت لي إنك هتعمل واحدة وأنا مش عارف أنت عملتها ولا ننتظر الفيديو تبعها. لا انا عملت، انا ما عملتهاش المدشه، وريت لك فكره عملها، ارجع للقناه، ارجع للقناه فيديو المدشه مدشه الاعلاف، ارجع في القناه وهتشوفها، انا كنت عاملها، كنت عاوز اعمل واحده معاكم من البدايه، بس دي انا عاملها من زمان راكنها، فلما ما سمحتش الفرصه ان نعمل واحده قلت عملت الفيديو على القديمه اللي كانت عندي، وريتك فكره العمل، ووريتك وانا بطحن فيها بدش فيها وبنفرم فيها كل حاجه في الفيديو ان شاء الله. انا ملاحظ انك مش بتسال معانا هندسه، مش فاهم والله سؤالك ايه بالظبط، يعني بسال معاكم في ايه؟ اشتري وبيع اسبوع اتنين والنصيحه من فضلك. سؤالك مختصر زيادة عن اللزوم، يعني انت بتشتري وبتبيع بتاخد اسبوع اتنين وبتطلع، ما فيش اي مشكلة، هتعتمد على المواد الملقة بس رشة، ما تحطش علف مركز لوحده عشان ما يتلكمش منك، بما انك يعني تاجر زي حالاتي، يعني انا بجيب الحاجة تقعد اسبوع اسبوعين وبتطلع، بنعرض من اول ما بنجيب، وبعد كده على حسب ما تتباعد باعت، ما تباعدش ما بخليهاش تخس عندي، شوية تب اذا كان مثلا تبن برسيم وارش عليهم العلفة، ما احطش علفة صافي عشان مش عاوز حاجة تتلكم، انا مش عاوز حاجه تتلكم، لان اللكمه بتاعتها بترجعه اسبوع ورا، الخروف لما يتلكم لكمه جديده بيرجع اسبوع ورا، وفي خرفان تتلكم لكمه جامده الكرش بيقف وبتعمل مشاكل كبيره، فانا بتعتمد على المواد ملقه، اذا كان الدريس متوفر يبقى ممتاز، دريس وشويه علفه رخيصه، لما كانت الذره رخيصه ب 3 جنيه وربع كنت بنجيب ذره بس، شكار الذره فقط غير، ودريس اللي هو البرسيم المجفف، اكل دريس ورش رش الذره كده عليه وخلاص على كده، مش لازم اجيب علفه بروتينها عالي، يعني ليه؟ لان احتفاظيه بس كده عشان الغنم ما تخسش مني بس لغايه ما تتباع. خروف عنده اسهال ومش بياكل وبيكح، عنده اسهال، ما لو الخروف اتلكم، لو الخروف جديد ودخل على علف جديد فممكن الاسهال ده بسبب اللكمة الخروف ملكوم، أما لو الأمور كانت طبيعية مفيش أي مشكلة يبقى الإسهال عنده ميكروب، إما أنتينال بشري، ما أنا مش عارف وزن الخروف كام، ما ذكرتش وزن الخروف كام، لازم يذكر وزن الخروف. على العموم في أنتينال بشري، في كابكت بشري، في برشام ستريبتو بشري، في برشام أموكسي، كل دي أدوية بشرية للإسهالات، ميزتها إنك ممكن تجيب بالكميات، يعني علبة الأنتينال البشري ب 10 جنيه، علبة الكابكت ب 6 جنيه تقريبا، علبة شريط البرشام الستريبتو ب 10 جنيه تقريبا، شريط الاموكسي بس هو اللي غالي مش عارف ب 25 تقريبا، اللي هو الواحد جرام او حاجة زي كده تقريبا 25 او ب 35.
ممكن تاخد بالبرشامة إذا كان في برشامة، أنا مش عارف بالبرشامة الواحدة. المهم يعني دي أنواع كتيرة لعلاج الإسهال، يعني أنا مش شايف أفضلهم وسعره كويس الأنتينال. لو الخروف صغير 10 سنتي في اليوم، لو الخروف كبير ممكن ياخد لحد 25 سنتي. أما من ناحية الكحة، لو في كحة نشفة بدون بلغم، بكحة كحة نشفة جامدة وبتطور الكحة، ده يبقى عاوز تيلوزين. تيلوزين حق 1 سنتي لكل 10 كيلو مرة واحدة تحت الجلد. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن نوع أيفوماك. أيفوميك طبعا بتختلف المسميات من بلد لبلد، أنا مش عارف أنت مكانك فين، بس بالنسبة لنا في مصر طبعا هنا الأمريكي أغلى حاجة، أنضف حاجة وهو أغلى حاجة، بس السنتي في حدود 12 جنيه. أنا عن نفسي بستخدم الأردني، الأردني وسط، السنتي بتاعه حاليا في حدود 4 جنيه، أقل من 4 جنيه في العبوة، لأن العبوة 50 سنتي ب 160 ب 170 حاجة زي كده، 50 سنتي يعني السنتي بتاعه يعتبر ب 3 جنيه ونص، وبيجيب نتيجة أحسن من مصر. المصري العبوة بتاعته 50 سنتي أقل من 100 جنيه، 70 جنيه 60 جنيه 80 جنيه. فبستخدم الأردني، خير الأمور الوسط، بزود الجرعة شوية، بدي 2 سنتي لل 50 كيلو، وبزيد معاها شربة ليفا فلوك أو تريميك بعد الإبرة بأسبوع، بتظبط معايا 100% إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا سألتك عن إدخال خروفين جديدين، علما أني شفت كل فيديوهاتك وسألت عن تبني فيه بعض الحب نسميه فراج، المقصود به برسيم خرطان مجفف أو برسيم شعير مجفف، ممكن أعطيه لخروفين الجدد حتى لا يتلكموا؟ نحبك لله، أحبك الله يا أخ فتحي. ما فيش مشكلة، ما أنت لو سمعت فيديو الاستقبال، الخروف قلنا بياكل في وزنه من وزنه 3% علف مركز، انا مش عارف الخروفين وزنهم قد ايه. على العموم لو مثلا الخروف وزنه 25 كيلو، يعني ليه كيلو لربع علف مركز. الخروف انت معتمد على المراعي، لنفرض ان انت الخروف يعني بس لازم تبقى عارف الخروف، لو هو الخروف اللي انت بتدخله معتمد على المراعي اعتماد كلي، يعني اللي كان عند صاحبه ما بيعلفش نهائي، يبقى هتدخل على الخرطان سواء برسيم سواء شعير. ما هو برسيم شعير اللي هو يعتبر تبن شعير بس سليم، يعني هنا بيتقال عليه قش، قش شعير. المهم يعرف طبعا الخرطان اللي هي البرسيم المجفف طبعا هو الافضل، لو عندك البرسيم اكله برسيم مجفف او خرطان وتبن شعير ما فيش مشكله لحد الشبع، وترش له رشه علف خفيفه، يعني هو ال 25 ابدا معه بربع كيلو 300 جرام، وتبدا تزود واحده واحده، كل يوم يومين تزود له، كل يومين ثلاثة تزود له 50 جرام، لحد في خلال 10-15 يوم تكون وصلت الكيلو لربع بتاعه كده ان شاء الله بدون اي لكمة، ان شاء الله هيعدي معاك. اما لو الخروف انت جايبه ومعتمد على علف اعتماد كل، يعني ناس بتعلفه علفة جامدة، يبقى ما فيش اي مشكلة هتدخله العلفة على طول. لا والله نص علفة، يعني بيرشوا علفة بس خفيفة، وانت عاوز تدي 3%، يبقى ممكن تبدأ بدل الكيلو لربع مثلا لو هو 25 كيلو تبدأ بنص كيلو، وتزود كل يوم يومين خلال اسبوع تكون وصلت لل3% كده هتعدي بدون اي لكمة. في اكتر من فيديو في القناة استقبال الاغنام، وفي فيديو مخصوص الطريقة الصحيحة تقريبا نسيت اسمه والله. المهم يعني الطريقة الصحيحة لاستقبال الاغنام لتجنب حدوث اللكمة، حاجة زي كده، الطريقة الصحيحة لاستقبال الاغنام لتجنب حدوث اللكمة، برضك متكلم عنها نظري بالتفصيل. السلام عليكم. اضافة لما سبق ان تطعت الغنم عند الاستقبال الدريس، اولا انا لم افهم ايش الدريس. الدريس اللي هو البرسيم المجفف، ما اخي فتح من تذاكر هنا، برسيم خرطان، ما هو البرسيم الخرطان ده هو الدريس، برسيم مجفف ومعمول مكبوس على الخرطان او بلات، هو ده الدريس. وربي في البيت ما فيش اي مشكلة، انا ساكن في المدينة برضك وبربي في البيت ما فيش اي مشكلة عادي، وبربي فوق السطح كمان ما فيش اي مشكله. الدريس وعلف ما فيش اي مشكله، الدريس قلت لك اللي هو الخرطان المجفف البرسيم المجفف. من فضلك تقول لي الافضل تسمين الاغنام او تسمين الابقار، مع العلم ان لو هسمن خرفان اقدر اجيب من 100 ل 200 خروف، ولو هجيب ابقار اقدر اجيب من 10-20 بقره، مع العلم اني لدي فدان ارض هزرع فيه اعلافهم كامله
من ذرة وردة وشعير وبرسيم وغيرها، أرجو الرد من فضلك. أخ محمود، الأفضلية بين الأغنام والأبقار واقفة على الخبرة، واقفة على الخبرة. عندك خبرة في الغنم يبقى خليك في الغنم، هتنجح إن شاء الله في الغنم. عندك خبرة في البقر يبقى خليك في البقر. ما عندكش خبرة لا في الغنم ولا في البقر، يبقى أنصحك بالغنم. الغنم مخاطرها أقل بكتير من البقر. البقر مخاطره كبيرة، الراس الواحدة ممكن تعادل 10 خرفان. فلا قدر الله لو بسبب غلط منك مات خروف 2 في 8، أما لا قدر الله في غلطة منك وما فيش خبرة في البقر مات لك عجل، كأن مات لك 10 خرفان مرة واحدة بسبب قلة الخبرة. زاد الخبرة في التسويق، دي أهم نقطة، هتاخد خبرة. وما انصحكش لو ما فيش خبرة تبدأ ب100 راس، ما انصحكش أبدا. لازم يكون عندك خبرة، تبدأ حتى ب20 راس كحد أقصى. أنت عندك قدرة تجيب 100 أو 200 خروف، صحك ابدأ ب20 راس، دورة سريعة وبيع في رمضان. 4 شهور إن شاء الله على رمضان دخلك دورة سريعة كده 20 خروف، تجس بيها نبض الغنم وتشوف وتكسب الخبرة في خلال ال4 شهور دول، من ناحية الشراء، من ناحية البيع، من ناحية الرعاية، من ناحية الأدوية، من ناحية الأعلاف. هتكتسب خبرة، بعد كده تعرف أدخل 100 ولا 200 ولا أسيبك من الغنم خالص. لازم تاخد تجربة عملية، وما انصحكش تبدأ بعدد كبير. كيفية الجس في الماعز، والله كيفية الجس في الماعز هحاول هجيب لك نعجة أو ماعزة، بس هو الجس كده كده ما بيجيش غير بعد الشهر الثالث. الجس بالإيد ما بيجيش غير بعد الشهر الثالث. أما لو عاوز تجس عمر شهر أو 40 يوم، لا ده لازم سونار، لازم سونار. بس هحاول أشوف نعجة أو ماعزة أوريك طريقة الجس. حضرتك، هل العلفة دي كده تمام من حيث نسبة بروتين، وهل أكمل عليها لحد ما أذبح الخروف؟ بمعنى أنا هبدأ أديها للخروف من وزن 30 كيلو لحد العيد إن شاء الله، وهي عبارة عن 30 كيلو ذرة صفرة، 20 كيلو صويا، 30 كيلو عويجة، 17 كيلو ردة، 3 كيلو عيش. نسبة البروتين والله ما فيش مشكلة، بس يا ريت تراجع ان شاء الله تمام، لان انا ما ببصش على الذرة والعيش قد ما ببص على الصويا. 20% هترفع لك البروتين، 17% الخلا ماشي معاك، العيش اللي هو النشويات 30 و 60 معاك 63، ما فيش مشكلة. بس انت حاطط الذرة عويجة، ما فيش اي مشكلة. بس انا حكاية الذرة العويجة بتبقى سعرها غالي، والذرة الصفرة كمان سعرها غالي. انا مع العلفة من ناحية التمام هي تمام، بس انا احب اقول لك نصيحة للكل. هنعمل فيديو ان شاء الله بكرة بإذن الله عشان في غلاء الاعلاف ده، عشان ما حدش يعمل علفة وبعد كده يرجع يلطم، لان الناس اتصلت عليا بيقول لي بعلف وبعمل وطلع وكبر، الخروف بيتباع ارخص ما بيكلف. هنقول لك ليه ان شاء الله، هنقول لك بس بسرعة كده نقطة واحدة. الخروف المفروض علفتك ما تقلش عن 16%، ما يزيدش على ظل الاسعار اللي حاليا في مصر. قال واحد النهاردة شهر، النهاردة كام في الشهر؟ 8/1/2021. المفروض علفتك لا تقل عن 16% بروتين، لا تقل عن 16% بروتين، لا يزيد سعرها عن 4.5 جنيه، لا يزيد سعرها عن 4.5 جنيه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ارجع لفيديو البدائل وخامات الاعلاف، لازم تدور اكتر من كده، يعرف انهم كله سحبوا من اللي بتسحبه من الارباح. ما تجيش اخر الدورة تقول انا ما كسبتش. من ناحية العلفة انا بقول لك هي تمام، لكن السعر بقى الكلمتين اللي قلتهم لك دول راجع سعر على العلفة. بالنسبة لمرحلة الاستقبال اللي فيها ببدأ ب250 جرام علف مركز في اليوم لخروف وزن 30 كيلو تقريبا، ياكل قد ايه تبن ابيض قمح، وهل ياكل تبن الابيض ام لا؟ لان في بقيه سؤال هنا، في فتره الاستقبال بكميه علف مركزه قليله 250 جرام، هل وزنه يقل في الفتره دي الى ان يوصل علف مركز 3%؟ تمام. السؤال بتاعك يعني بتبدا ب 250 جرام علف وزن 30 كيلو، راجع فيديو الاستقبال انا ذكرت عشان تراجع الفيديو كويس. انا طبعا الاخ ده اتصل عليا بالتليفون وانا فهمته، بس بفهم برضك للناس اللي عاوزه تعرف برضك.
الخروف وزنه، أنا بتكلمت في الاستقبال، في ثلاث أنواع. في غنم معتمدة اعتماد كلي على المراعي، ما دقتش حبة علف، هو ده اللي ببدأ له بحوالي 1%، هو الخروف ده اللي ببدأ معاه العلف بواحد في المية. يعني الخروف لو وزنه 25 كيلو ليه 750 جرام علف في اليوم، أنا ببدأ معاه ب 250 جرام في اليوم، في اليوم كله، يعني 1% من وزنه، ببدأ بواحد في المية. ليه؟ في حالة الخروف معتمد اعتماد كلي على المراعي، ما دقش علف نهائي، ده العلف الكتير هيسبب له مشكلة جامدة في الكرش. فأنا ببدأ، طبعا انت ذكرته اجاوبك من فوق شوية ومن تحت شوية، وكتبت في فترة الاستباب لكمية علف مركزة قليلة 250 جرام، هل وزنه يقل في الفترة دي لغاية ما توصل لـ 3%؟ يعني انا بدأت بواحد في المية، هل هيخس على ما وصل لـ 3%؟ هو ما كانش معتمد على العلف نهائي. في نفس الوقت انت مش هتروح تديله 1% وتسيبه ما يكونش حاجة تاني. انا ذكرت 3% علف مركز ويملى بطنه اي مادة ملقى، هو كان معتمد على المراعي اعتماد كلي، انا معتمد على المواد الملقى اعتماد كلي. اصبح انا دلوقتي اديته 1% علف مركز، هل خلاص كده وهسيبه صايم؟ لا، هياكل مادة ملقى اللي كان بياكلها. اصبح ان هو بياكل بطنه كلها مادة ملقى، زائد ان انا بديله 1% علف مركز ما كانش بيشوفه خالص، يعني الخروف مش هيخس، بالعكس هيزيد. بدل ما كان بياكل مادة ملقى بالكامل بالكامل يملى بطنه كلها مادة ملقى، اصبح بياكل مادة ملقى وعليها لحد الشبع وعليها ربع كيلو علف ما كانش بيدوق قبل كده، فبالتالي الخروف ما يخسش، بالعكس الخروف يزيد قدام. والنوع الثاني قلنا اغنام معتمدة نص 50% اعلاف مركزة و 50% مراعي، يعني بيدي وجبة علف واحدة اخر النهار خفيفة بنسبة تقريبا 1.5%. في الحالة ده، في الحالة دي انا ببدأ مع الخروف بجيبه، ببدأ معاه ب2%، يعني خروف 25 كيلو ليه كيلو ربع، ببدأ بنص كيلو، ربع كيلو الصبح وربع كيلو بالليل، وابدأ ازود تدريجي خلال 10 ايام ولا حاجة اوصل للربع كيلو التاني. اما انا كده وصلت ل3%، كده انا بدأت من المرحلة اللي هو منتهي فيها، هو كان 50% علف مركز و 50% مراعي، انا بضلتك بدأت له باكتر من 50%، بدأت له ب60% اللي هو نص كيلو، بدل ما نبدأ ب50% اللي هي 1.5% اللي هي هتبقى 350 جرام، لا انا بدأت ب500 جرام، مفيش مشكلة، ربع كيلو الصبح ربع كيلو بالليل مع المادة الملقى، وتكون المادة الملقى الاول وبعد كده العلف، او العلف الاول مفيش مشكلة وانت حاسب الوزن مظبوط والكمية مظبوطة مفيش اي مشكلة، او الاثنين مع بعض. دي كده ان شاء الله تكون معلومة وصلتك، بحيث تبدأ من حيث الطلب. اما في اغنام بتيجي بتدخل بتكون معتمدة اعتماد، بتاكل 3% عند اصحابها، بتدخل في يومين بس تغيير العلف، حاجة اسمها تغيير العلف ممكن يسبب لكمة، وبتكون لكمة خفيفة لو حصلت تغيير نوع العلف، بتتدرج يومين، يعني بدل ما تدي 3% تتنقص شوية بس من 3% وتكتر من المادة الملقى، وخلال يومين بتخش على 3% وتكون وصلت لها مفيش اي مشكلة. لو سمحت لو بمسك الخروفة يعني اللي هي الناعجة للفحل علشان ينط عليها ينزل عليها اكررها كم مرة؟ لا ما تمسكش النعجة، لما تكون صرفة واقفة طالبة الذكر بتفضل واقفة زي الحيط، زي الحيط ما بتتحركش، هي نطة واحدة مظبوطة كويسة جات مظبوط شفتها بعينها كانت مظبوط تكفي خلاص على كده. لو هي واقفة تاني وهو نط عليها مرة كمان ما فيش مشكلة وخلاص، بس على كده. لما تقعدش تمسكها إجباري، المسك الإجباري نسبة نجاح التلقيح بتكون ضعيفة جدا. ازاي اعلف ماعز منتجة من غير ما تليس؟ لاني خايف اديها علف تليس. راجع فيديو متى تحتاج الامهات للتغذية، وكلمة سريعة كده، المعزة طالما عشرت افتح علف براحتك لو انت عاوز تعلف، مهتم بيها زيادة عن اللزوم، لكن لو عاوز تعرف الاوقات بالظبط 4 شهور اخر شهر في الحمل واول شهر في الرضاعة مفيش تليس خالص، لان الحمل كبير محتاج تغذية واللي هي بترضع محتاجة تغذية، فمفيش تليس خالص، مش هيحصل تماما فتحت لها العلف في ال4 شهور دول. اما وهي فاضية هنا المشكلة. اعتمد على المواد الملقى وكفاية 1.5% علف مركز لو انت عاوز تعلفها على طول باستمرار. ايه افضل مكان لشراء المعز البرقي والشامي، وانا يمكن شراء الخراف البرقي؟
طبعا عن الجودة والسعر المناسب. الجودة في مطروح، الجودة غنم البرقي الحر في مطروح، والمعيز البرقي في مطروح، أما المعيز الشامي لا زالت يعني هي موجودة في سيناء. لو عاوز المعيز الشامي المظبوطة في سيناء، أما المعيز البرقي والخرفان البرقي في مطروح الجودة رقم واحد، ولكن السعر للي هيشتري ويربي في بيته مطروح برضك هو سعر ممتاز. أما للتاجر مطروح أصبحت غالية شويتين بالنسبة للتاجر. محتاج أعمل علفة بالذرة بالأوالح بيضة أو صفرة سواء تسمين أو حلاب، محتاج أعرف نسبة البروتين كام في كل نوع بالأوالح لأني مش لاقي مصدر أجيب منه معلومة علما بأن نسبة البروتين والطاقة في الكوالح بشكل عام، كوالح الذرة بروتين 2.3. هقول لك لو عاوز تعرف نسبة البروتين قول لي انت عندك الذرة بالكوالح، فرط مثلا جيب 10 كيلو ذرة بالكوالح سواء بيضة سواء صفرة وفرطها ووزن لي الذرة كام والكوالح كام، وانا هنحسب لك ونقول لك طلع هنحسب لك على اساس البروتين في الكوالح 2.3 اللي انت ذكره. قول لي بس بيفرط قد ايه معاك، يعني انه طبعا بتختلف بس انا هاخد على عينتك انت عشان احسب لك معاك انت على العينة انا بتوفرها عندك، لان تختلف من زرعة لزرعة التصافي في الذرة من الكوالح بتختلف من زرعة لزرعة. فتقول لي العينة اللي عندك خد 10 كيلو ذرة بالكوالح وفرطه، اوزن لي الكوالح كام ووزن لي الذرة كام، ابعتها لي في السؤال اللي بعده وانا هنحسب لك دلوقتي ونقول لك نسبة البروتين في الكوالح كام في الذرة بالكوالح كام، وترجع تكتب لي برضك نسبة البروتين 2.3 في الكوالح عشان ممكن ننسى السؤال. يعني لو نسخت السؤال وحطيته وتكمل انا سألت كذا وتنسخ السؤال ده وتلزقه وتقول لي عملت 10 كيلو وعملوا قد كده ضرب قد كده كوالح الوزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي اسباب الخشونة في الارجل الامامية عند المعيز؟ انا مش فاهم تصد ايه في الخشونة، ما هو في خشونة بتيجي بسبب السن، عمرها كبير، كانت معايا معزة كبيرة تمشي ركبها بالطقطق زي البني ادمين بتزيق بس كانت معزه كبيره. عموما يعني بتبقى برضك سوء تغذيه، بتبقى سوء تغذيه لما بتغذيها كويس عارفه كويسه مظبوطه الصحه بتبقى تمام حتى لو هي معزه مخلعه وعندها 10 سنين الا لما اجلها ينتهي بقى خلاص. عارفه كويسه موزونه الاضافات بتاعتك ما تقعدش تزود فيها، زيادتها بتعمل ترسيب ترسب في الكلى ترسب في المفاصل تعمل مشاكل زي زيادة البروتين. زيادة البروتين حمض ال حمض ايه والله حمض اليوريك تقريبا، حمض اليوريك هو بيطلع في البول وفي نفس الوقت بينتج بكثرة من الهضم هضم اللحوم البروتين بيترسب في المفاصل بيعمل خشونة، مش بيعمل خشونة بيعمل خشونة وبيعمل وألم في المفاصل اللي هو مرض النقرس عند البني ادمين. كتر البروتين زياده عن اللزوم لفترات طويله بيسبب اللي هو زي البني ادمين مرض النقرس، بيبقى الم في المفاصل وبيسبب وجع في المفاصل يعني عموما في مفاصل الجسم عموما، وطبعا بتبقى فيه زي نغزه في الكعب الرجل، بس ده ممكن تيجي تكون نسبه البروتين وانت متمز على اللزوم ومزود نسبه البروتين على طول، ممكن اضافات بتحط فيها بزياده بتحط املاح بزياده بتترسب الكلى بتتعب بتترسب ما بتشتغلش كويس، حمض اليوريك ده بتخلص منه الكلى برضك الكبد والكلى تقريبا بيترسب في الجسم ما بتعرفش تخلص منه الكليه كويس، فبتترسب الاملاح ديت بتعمل خشونه بتعمل مشاكل في المفاصل. ففي يعني راجع الاضافات بتاعتك، ولو بتحط اضافات بزياده شيل الاضافات خالص لفتره معينه يعني اسبوع اسبوعين شهر، ما مش اول ما تشيلها بيحصل الغنم مشكله. في ناس ما بتحطش اضافات خالص والغنم 100 100، بس لما بتحصل عندها نقص في التغذية بتظهر المشاكل على طول في القطيع. محمد من المغرب أهلا وسهلا بك يا أخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد معرفة نسبة البروتين والطاقة والطاقة في المئة بالنسبة لتفل الشمندر. شكرا. تقريبا تفل الشمندر تقصد بيه في مصر عندنا بيتسمى تفل بنجر، توصل دول الشمندر اللي هو الشمندر السكري
اللي هو عندنا هنا في مصر بيتقال عليه بنجر السكر، اللي بيروح مصانع السكر يطلع منه السكر ويطلع تفل متبقي، مادة كده جافة شوية نشفة، ده بيتسمى عندنا تفل بنجر. للأسف يا أخ محمد ما عنديش خلفية عنها من ناحية التحليل، لا نسبة بروتين ولا طاقة للأسف. بس هي الصراحة مادة بتحبها الغنم، سعرها في المعقول في حدود 3 جنيه عندنا في مصر، بنحطوها على العلف نسبة 10% 15% بالذات في الأبقار، يعني بتضاف على العلف الأبقار. بيقولوا الصراحة، بس أنا ما أقدرش أقول لك لأني ما قريتلهاش ومحدش حلل، محدش إداني تحليل أكيد. بيقولوا على فيها نسبة سكريات كويسة، ورغم طبعا جزء كبير طالع منها طبعا في السكر، بس بيقولوا بس هي غنية بالألياف برضك. يعني لو حصلت على أي معلومة إن شاء الله هنذكرها في فيديوهات إن شاء الله بإذن الله، لأن ناس كتيرة في تركيا بيسألوا عنها برضك. عندي حليات البطن عندهم منفوخة ومش بتنزل، منفوخة من الجناب بسيط والبطن نازلة لتحت. العلف عندي تركيبة 40% قمح، 20% ذرة، 20% كسر فول، 10% كزب صويا، برميكس خميرة بودرة دارة، وبين الوجبتين دريس، وبياكلوا طبيعي مفيش لكمة. الكمية اللي بحطها بتتاكل كلها والتصريف تمام مفيش أي مشكلة، زبل عادي. الحليات المنفوخة دي أكل تمام وكل حاجة تمام، ممكن تكون عندك الغنم بتاكل دريس بزيادة، بتاكل مادة ملقة بزيادة، المادة الملقة دي بتخزن في الكرش، بتعمل انتفاخات، بتعمل غازات. انت كويس انك بتحط خميرة تمام، طلع ماشي تمام. دي ممكن يكون بسبب كمية بيأكلوا كمية كبيرة من الدريس. العلف قمح وذرة وكسرفول وكزب صويا وردة ما بتعملش انتفاخات في الكرش، الكرش بالعكس بيبقى مفيش اي انتفاخ. لاحظ خفف كمية الدريس في يوم وشوف الكرش عامل ازاي معك، هتلاقي طبعا انت بتتكلم منفوخ من الجانبين صح، منفوخة من الجناب، منفوخة من الجناب، الحليات ما شاء الله واكلة، بس النفخة زاد عن اللزوم دي بتبقى هي بتبقى الناحية اليمين هي اللي منفوخة اكتر. ركز، الناحية اليمين هي اللي منفوخة اكتر، وتضرب عليها بتبقى عاملة زي الطبل، دي بتبقى غازات، غازات بسبب المادة الملأة زيادة عن اللزوم. الدريس بياكلوا دريس كتير، بياكلوا دريس كتير، ممكن تخفف كمية الدريس شوية وشوف الغنم بطنها تبقى عاملة ازاي. وممكن لو واحدة معينة عندها لو حولية معينة منفوخة زيادة عن اللزوم، 5 سنتي زيت أكل في الفم تشربهم بيروح الغازات على طول، بتنزل الغازات بسرعة، يعني في خلال نص ساعة بتنزل، 10 دقايق مجرد بتشربها الزيت 5 سنتي أو 10 سنتي لو حولية كبيرة بينزل الغازات دي على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله عليك، الله يبارك فيك. عندي سؤال بخصوص نعجة وهي حالة فردية بالغنم. عندي النعجة بتاكل كويس بس ما بتكسب، مع العلم اني اعطيتها ايفوماك 3 مرات وبعطيها مالتي فيتامين بالعضل وهي سيلينيوم وفيتامين وبالمي فيتامينات وكمبليكس الف دل 3 اهي، وعزلتها وزودت العلف شعير والخالة وذرة صفرة مجروشة وتب، بعطيها 0.5 كيلو خلطة الصبح ونص كيلو المساء والتبن مفتوح، النعج 10 3 شهور ودايما عندها التهاب مفاصل، احترت فيها النعاج الباقية باين العلف فيها وصحة وشهية ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيهم، فدني جزاك الله خيرا. شوف يا أخ حمزة، انت كلامك كله تمام، اديت ايفوماك بس اول شيء يعني 3 مرات، يعني هي ممكن تديها مره وتتعاد بعد 20 يوم وخلاص على كده، وخلاص على كده. طيب ده بالنسبه للايفوماك، من كتر الايفوماك ورا بعضه بيسبب مشاكل عصبيه في النعجه، ممكن بيأثر على الاعصاب بتاعه النعجه، ممكن يكون عملها مشكله. بس لو 3 مرات متفرقين يعني على الاقل ما بينهم 20 يوم ان شاء الله مش هيحصل ضرر. اعطتها مالتي فيتامين بالعطر وهي سيلينيوم ماشي تمام، بس يعني بلاش كده هو خلاص. بص لو انت اديت مالتي فيتامين حق، لو هي مثلا نعجة 50 كيلو اديتها 5 سنتي على حسب التركيز، يعني فيها ادوية تركيزات كتير، يعني اديها بالجرعة المكتوبة عليها 3-4 ايام تستكفي بالمالتي فيتامين حق، مش لازم في المية وحق نوال، ان الكتر ده بيعمل مشاكل على فكرة.
كتره بيعمل مشاكل. حاجة تدي العلاج وتنتظر ياخد وقته عشان يشوف تظهر النتيجة بتاعته. يعني تستكفي بأنك اديتها أيفوماك مرة وعدتها بعد 20 يوم خلاص. يكفي أنك تدي مالتي فيتامين 3 أو 4 أيام مع بعض، 3-4 أيام ورا بعض مالتي فيتامين بس على كده. مش لازم بقى بعد كده، مالتي فيتامين فيه ألف دال تلاتة ايه، وفيه سيلينيوم، فيه كل حاجة، وفيه حديد كمان، وفيه مجموعة عناصر تانية كتير، وفيه أحماض أمينية. فيكفي المالتي فيتامين وبلاش ده كله. عزلتها وبتديها شعير والخيرة وعلفة، بتديها كيلو علف في اليوم تمام. دايما عندها التهاب مفاصل. طالما الحاجات دي كلها عملتها وهي النعجة ما بتكسبش، ما بيظهرش عليها أكل، وديت أيفوماك، يبقى النعجة فيها حالة فردية، فيها حاجة فردية. ايه هي الحالة؟ ساعات حالة ما تخطرش على البال خالص، بمعنى ممكن تكون بلعة، عندنا هنا في مصر يتقال عليها بلعة، ممكن تكون النعجة بلعة، يعني بلعة كياس، بلعة صوف، واكلة صوف، وعمل حصاوي في كرشها، الحصاوي عاملة مشكلة في الكرش، دخلت في حتة اسمها انا معرفش عندكم بتسموها ايه، عندنا في مصر هنا بتسمى ام الشلاتيت. ام الشلاتيت عبارة عن اللي هي في كف الايد كده، بتبقى عبارة عن حجرة مليانة زوايد كده، يعني مليانة ايه، انا مش عارف اوصفها لك ازاي. مش المعدة الاولى الكبيرة، المعدة التانية هي تقريبا، او المعدة التانية تقريبا، انا نسيت اسمها العلمي والله، بس المهم هي المعدة دي. ممكن يكون دخلت فيها حصاوي، دخلت فيها حاجة مصعبة عملية الهضم، مصعبة حركة الكرش. دي كلها حاجات تأثر على النعجة. لو بلعة وفي حاجات في الأمعاء بتاعتها، ده طلعت من كرش، كرشة دخلت في الأمعاء، حاجات صغيرة، حصاوي صغيرة، كل ده ممكن يعمل لك مشاكل في طبيعة النعجة ما تبانش عليها. النعجة بتاكل بس مش ظاهر عليها أكل، أكلتها بتكون خفيفة، حتى لما بتاكل بتكون أكلتها خفيفة، ممكن مش على ده. أو طبعا يكون فيها ديدان، أنت كاتب مدي أيفوماك، يعني الديدان مستخلص منها. بس أنا ما ذكرتش حاجة واحدة بس، ما ذكرتش الكالسيوم. أنت بتتكلم على إنها عشر، ممكن في إبر كالسيوم مع فسفور. حاول، أنت اديتها مالتي فيتامين كويس وتمام وخلصت خلاص على كده. في حاجة اسمها كالسيوم وفسفور، بالذات بتحتاجه النعجة العشر، وهي عشر ثلاث شهور. أنت بتقول كالسيوم مع فسفور حق، دور على كالسيوم مع فسفور حق، وحقنها 3 أيام أو 4 أيام ورا بعض. ما زبطتش والنعجة فيها مشكلة، مش هتظهر معاك للأسف، لأن طالما النعجة بتاكل وبتشرب بس ما بتكسبش، ما بتزيدش، مشاكلها كتير، ممكن تكون مشكلتها وراثية زي ما انت ذكرت في الأول، دي حالة فردية. السلام عليكم. العشاء بس هنحاول نخلص بسرعة عشان نلحق العشاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. منصب درمان، عايز طريقة للقضاء على البراغيث مع العلم، استعملت البيتوكس والجاز وما زالت موجودة أنا ورب خفاء على سطح المنزل الأرضية، بلاط والفرشة انشارة، وآسف على الإطالة. والله لا، استخدمت الجاز كمان، لا كده في أنت ما عرفتش تستخدم الجاز حلو. والله للأسف كنت مطهر المكان بالجاز، وقالت لما كانت عندي معيز، ده المعيز هي أبو البراغيث، والمكان عندي كان فوق السطح وكان مليان براغيث، قضيت عما قضاش عليه غير الجاز. بس انا مش عارف انت استخدمت الجاز، انت ممكن طبعا، لان انا ذكرت الجاز بيعمل التهابات في الجلد، لو انت اتصلت عليا يعني قلت استخدمه بالراحة شوية قليلين، فانت ممكن تكون استخدمت اقل من اللازم او ما رشتهمش كويس. لكن الجاز بيضع البراغيث بالكامل، وانت السطح بلاط، يعني لما هتفرش هتسيق بالمية مفيش مشكلة، لما تلم قصدي الفرشة وهتسيقها مفيش اي، شوية مية بيوتوكس وتكبهم خلصت، مفيش براغيث هتبقى في الارض اصلا. مشكلة كمان لو الارض ترابية، البراغيث بيبيض جوه التراب، بتحتاج لم تلم الفرشة 20 سنتي تلمها، فانت فوق السطح يعني المفروض الارضية هتسهلة. لميت الارضية، رشيت المعيز بالجاز رشة كويسة، ما بتلقاش برغوتة نهائي خلاص على كده. هحاول طبعا لو انت متابعني، بس انا للأسف يعني مش هجيب معيز دلوقتي خالص، لان المعيز كرهته. توريك ازاي تخلص من المعيز، من البراغيث في المعيز، والغنم ما بتشيلش الحمد لله براغيث قد كده، يعني البراغيث كلها بتبقى في المعز. كنت
حتى أوريك إزاي هنتخلص منها ونوريك بالفيديو، طلع لك في الشمس وبالفيديو ووريك البراغيث في الأول ونوريك البراغيث بعد الجاز. بس لو ظهرت حاجة كده ولا كده إن شاء الله هنحاول نعمل فيديو بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب تجربتك وعلمك، ما مدى صحة كلام باحث ألماني؟ معدل تحويل الأغنام يتذبذب أسبوعيا، يكون أسبوع يصعد وأسبوع ينزل. والله مش فاكر مين كان بعت لي سؤال بالطريقة دي، أوزنهم أسبوع على معدل التحويل تمام، أوزنهم أسبوع على معدل التحويل وحش. بس أنا على ما ربيت أطول فترة قعدتها 60 يوم، دي أطول فترة قعدتها شهرين 60 يوم. الغنم كانت ماشية تبارك الله زي المسطرة زي المسطرة، كنت بوزن باستمرار وكنت وزنها أول ما جت خليك بقى من الوزن باستمرار، ممكن يكون مرة وزنت قبل الأكل مرة بعد الأكل مرة، لا كنت بوزن بمواعيد ثابتة وعارف الميعاد اللي بوزن فيه. بس يعني نقول يحصل تذبذب على مدى الشهرين ربع كيلو يوميا باستمرار، 7.5 كيلو متوسط ماشية علاقة خطية. كانت دي الشهرين اللي ربيت فيهم الغنم، كانت غنم صغيرة من 20 لـ25 كيلو، أخذت شهرين عندي الغنم زادت 15 كيلو بالميزان، 14 لـ15 كيلو، كل شهر 7 كيلو 7.5 كيلو. فده اللي حصل معايا، لكن كدورة أنا كده بتكلم أسبوعيا معدل تحويل الأغنام تزلزل أسبوعيا، لا ما أعتقدش الكلام ده صح. وأنا عندي حاليا 6 خرفان، بس لأني لسه جايين معدل التحويل ما شاء الله فوق ما تتخيلوا. بس طبعا انا مش هنذكر لاني الغنم ما كانتش واقفه على عارفه كويس. انا من عامل فيديو بس للاسف ما وزنتهمش، فان شاء الله نعمل فيديو وهنوزنهم بالواحد. لو قعدوا معانا اسبوعين هتشوف اول اسبوع وهتشوف تاني اسبوع. بس طبعا الغنم لما تكون مش معلوفه وتشد في العلف كويس، اول اسبوع بتدي معدل تحويل حلو، اول اسبوع بتدي معدل تحويل كويس، بعد كده بيستقر يقل عن الاسبوع الاول. لكن هتيجي على مدى الشهر هتلاقيه هو على مدى الشهر هتلاقيه معدل التحويل مظبوط، ولكن كاول اسبوع فقط لا غير. كاول اسبوع امتى؟ بعد ما توصل 3%، او انا بدات الصراحه بال 3% مباشره، يعني انا غرم كانت بتعرف بس علفه ما كانتش قد كده. على العموم توقعاتي انا من خلال تجربتي العمليه الكلام ده غلط، ما بيتذبذبش اسبوعين، ولكن قد يحصل عندك انت تغيرات اثرت في مزاج الاغنام، اثرت في اكله الاغنام. الجو اسبوع حر اسبوع شتاء اسبوع، يعني اسبوع حر اسبوع برد، مثلا تيجي في اوقات برد وتيجي في اوقات حر. في الصيف يجي في اسبوع شديد الحراره واسبوع تاني الجو ممتاز، الغنم تاكل تحول معاك. كل دي عوامل بتاثر على شهيه الغنم، فلازم تاخدها في عين الاعتبار. اما مع الحفاظ على درجه الحراره الجو المناخ العام والعلفه جوده نفس جوده العلفه ونفس الكميه، ان شاء الله ما فيش تذبذب، بيفضل ماشي معاك الثلاث شهور او اربع شهور 100%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. لنفرض ان شخصا يقول نسبه بروتين في القمح الصلب 15%، لماذا لا اعتمد على القمح لوحده؟ ان خدت خشن نسبه بروتين 15%، لماذا لا اعتمد عليها وحدها؟ بارك الله فيك. والله ناحيه القمح الصلب 15%، انا ما عنديش انا نزلت ورقه هنا اهي تقريبا وذكرت فيها، ان شاء الله بس تكون قاعده، مش فاكر والله، مش عارف والله هنجيبها ولا. انا منزلها في فيديو عن الاعلاف، فين للأسف والله كانت صورة وريتك أنا التحليل اللي هو ذاكرينه في ال، للأسف مش موجودة، مش عارف والله أنا حذفت ال، للأسف الصور مش موجودة. المهم كنت عاوز أوريك صورة للتحليل من البورصة نفسها، يعني تجميل انواع القمح بنسبه البروتين. عموما في ناس عرب مطروح بيعلفوا ساعات
قمح فقط لا غير، قمح فقط لا غير، ما فيش اي مشكلة، بيعلفوا قمح لوحده. وده في ناس، وانا بنقول لك عاوز تأكل قمح لوحده أكل، عن تجربة ناس بتجرب بتاكل وبيسمن، بيدي نسبة دهون مقبولة، طبعا في نسبة دهون يعني بتظهر في الغنم بس مقبولة. ما فيش اي مشكلة، يعني شوية بروتين شغل، بس معدل التحويل مش هو معدل التحويل المظبوط الكويس، معدل التحويل بتاعه بيكون منخفض. العرب بيأكله خلاص صب غلة صب وبس، صب القمح بس لوحده بس، واذا كان بيرعى بالنجيلة بعد كده بيرعى في الاعشاب بس على كده. بس الخروف لو هتحسب له في الغل في القمح لوحده بهياكل اكتر من 3%، لان القمح نسبة بروتين 12-13%. اما انت لو عندك قمح 15% 10% صويا عليه هيظبط الكلام 100%. 10% صويا هيديك يعني 10% تدي 4، وهنا 10% تشيل 1.5، يعني هتزيد بمعدل 2.5، يعني بدل 15 هتبقى 17.5% بروتين. هتشيل 10% من الضوء من القمح لو هو 15%، هتشيل 10% هتشيل 1.5% بروتين، وهتحط مكان 10% صويا 4.5 تقريبا 4.4، يعني هتصبح شلت 1.5 هتصبح 3، هتصبح 18% فقط. عدلت انت كده ظبطت البروتين 100% لو هو القمح عندك 15%، وهيديك معدل تحويل ممتاز اللي هو التحويل الشهري. اما من ناحيه النخاله الخشنه 15% بروتين فهي لا تصلح كعلفه لوحديها، لانها فقيره في النشويات، فقيره في النشويات. 15% دي بروتين وفيها نسبه الياف عاليه ولكن ضعيفه، فقيره في ايه؟ فقيره في النشويات. اما القمح لوحده في نسبه نشويات 100% بزياده، وفي نسبه بروتين اذا كانت انت 15 زي ما انت بتقول تمام يصلح لوحده. زائد في نقطة ناس كتير مش واخدة بالها، النخالة فيها 15% بروتين خام، في منهم 3 تقريبا أو 4% بروتين غير مهضوم، ولكن هو بيتحسب نسبة بروتين الخام. إن شاء الله تكون وصلت المعلومة. لو سمعت أنا بخلط عيش 20 مع رضع 20 وسن فول 12.5 كيلو، الإجمالي 50 كيلو، هل كده كويس؟ 20-40-50-52، يعني بتحط 20 عيش العلفة كلها. لا ماشي ان شاء الله كده تمام باذن الله، لو الغنم بتاكل في العلفة دي كويس ان شاء الله تمام. العيش زي الدور يعتبر، انت مش حاطط 50% العلفة كلها 50-52.5 كيلو، فانت حاطط 20، يعني حاطط حوالي 40% مش 50. ان شاء الله العلفة كويسة باذن الله. انا قلت العيش زي الدورة والعيش نظيف من بيتي، وهل ينفع العيش بديل عن الدورة ولا يكون معاه درة؟ وهذه الخطة الأمهات وتسمين الذكور مفيدة ولا لا؟ مفيدة إن شاء الله وتمام التمام بإذن الله، بس أنا هحط 12.5 من 50، يعني هتحط 20 حوالي 20-25%. ماشي إن شاء الله، إن شاء الله كويسة بإذن الله، شغالة الأمهات وشغالة للتسمين بإذن الله. جماعة عشان العشاء خلاص إن شاء الله، بس ما كنش فضل أسئلة كتير، انا ان شاء الله خلصه بسرعه بس عشان نلحق العشاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الرحمن، بالنسبه للعجول علفتها تكون من الشعير والقمح والنخاله والتمر، هل هذه العلفه جيده للامهات ولا تسمين العجول؟ لان كسر الفول اعلى من النخاله نفسها، وغير موجود عندنا كسب الصويا، بل موجود عندنا فول الصويا، وان لم تكن ملائمه فماذا افعل؟ اخوكم العرق تحياتي. مفيش اي مشكله، فول الصويا شغال، فول الصويا مفيش منه مشكله مع الاغنام والابقار، بس القمح هنا بالنسبة للأبقار بتحب النخالة، الأبقار والعجول بتحب النخالة غير الغنم، الغنم بتكره النخالة كتير، الأبقار بتحب النخالة. فممكن تحط علفة عادي جدا تزود النخالة، النخالة في نسبة بروتين كويسة. ممكن ممكن تبقى لو انت متوفر عندك شعير وقمح ونخالة فقط ومعك التمر، ماشي شعير وقمح ونخالة وتمر، ممكن تحط 40% نخالة و 50%، او هنقوله 40% نخاله و 40% قمح وشعير، يعني 20 شعير و 20 قمح و 40 نخاله و 20 تمر مطحون، طبعا مفيش اي مشكله. وانت وفر معاك فول الصويا الحب وحطيت عليها بس مطحون طبعا 10% او 15% فول صويا حب، ممتازه ممتازه مفيش منها اي مشكله ان شاء الله. ولو مفيش
النخالة تبقى 40% على الأقل، 40% ممكن توصل 45%، والشعير والقمح 40% زيها، والتمر 20%، بس التمر طبعا يكون مطحون، والشعير والقمح يكون مطحون، وإن شاء الله مفيش منها أي مشكلة إن شاء الله. أنا كنت بسمر في فترة على كيلو نخالة على كيلو ذرة، أيام ما كانت الذرة ب3.25 جنيه، كنت بجيب يعني ما يعادل 50 كيلو نخالة على 50 كيلو ذرة مطحونة، ودي كانت علفة البقر، وكان بيحلب 100% ممتاز. وانا عامل علفة كنت عاملها قبل كده على ذرة فقط مطحون والدريس اللي هو البرسيم المجفف، وبرده كانت بتديني انتاج ممتاز. ودي احلى كانت الذرة اللي هو يعتبر الشعير او القمح بديل الذرة، والنخالة ممتازة والتمر ممتاز طبعا. فالعلفة ان شاء الله مفيش مشكلة لو ما حطيتش فول الصويا، لو حطيت فول الصويا حب مفيش مشكلة زي ما قلت لك، لو هو سعره كويس حط 10% 15% مفيش اي مشكلة. ما هي الكولستريديا وهل هي ضرورية؟ تقصد على تحصين الكولستريديا. الكولستريديا يعتبر مرض بيصيب الأمعاء وبيسبب، يعتبر فشل الأمعاء، بيدمر الأمعاء بتاعة الأغنام، بإسهال باستمرار لحد الموت. دي الكولستريديا ملهاش علاج، ليها تحصين. في تحصين هو تسمم معوي والكولستريديا، تسمم المعوي والكولستريديا، فده يعتبر ميكروب بيصيب الأمعاء. هل هي ضروري؟ إذا كان المرض منتشر حواليك فتعتبر ضروري، مش منتشر إن شاء الله مفيش أي مشكلة. بس أنت الكولستريديا اهتم بالتغذية، ما تحولش العلف من علف لعلف مباشرة، ما تزودش العلف مباشرة، لازم يكون تدريجي. كل ده العوامل دي كلها بتأثر في ظهور الكولستريديا، في نشاط الكولستريديا. تغيير مفاجئ في الأعلاف، زيادة كمية مفاجئة في الأعلاف بتعمل اللكمة، ومنها بتزود الحموضة، وبالتالي بتظهر معاك الكولستريديا، بتنشط الكولستريديا. فانت تتدرج وتغير بالعلف واحدة واحدة. ربنا يزيدك الله يبارك فيك. لو سمعت الناس عندي جدي عمره 10 شهور اكلته وحشة، وخصوصا في العلف، وعندي جديان مش بتاكل الردة في العلفة، لسه متكلم عنه من شوية، خفض الردة شوية لو الجديان ما بتاكلش العلفة، وخفض العلفة شوية لو الجديان كره العلفة كلها. صومهم وجبة، الغنم كرهت العلفة فطر، وما تعشيش، ما تعشيش علف مركز، يعني حط شوية برسيم شوية دريس بس، وبعد كده ما تحطش وجبة العلف بحيث يشتاقوا الوجبة التاني يوم، وتبدأ تظبط الكمية اللي تتاكل خلال ساعة ساعة ونص يكونوا مخلصين العلف. والجدي اللي ما بياكلش جرعه، يمكن عنده ديدان في الكرش، اديله ابرة ايفوماك او شربة للديدان. ما تزبطش حاله بعد 20 يوم، يبقى الجدي مش كويس، الجدي ممكن مش متأسس، مش شبعان لبن، مش هيطلع معك كويس. يعني ايه الحوايا في الابقار؟ الحوايا اللي هي تقريبا الامعاء، تقريبا اللي هي يعتبر في مصر ولا السقط، بس السقط هنا شامل الكبده، بس احنا الحوايا تقريبا الكرشه والعصبان اللي هو في مصر، او الكرشه والمصران والمصارين، الكرشه والمصارين، او هي المصارين بس، حاجه من الاثنين يعني، يا المصارين بس يا الكرشه والمصارين، هي دي الحوايا. هل السنتي من حقنه الاسترميد ب 30 جنيه؟ ايوه، من 30 ل 35 جنيه تقريبا. كيف يتم تضريب الخروف ليكون طلوع؟ وكيف يتم معرفة الشيعة عند الأغنام؟ وكيف نعرف أن النعجة مسكت عشر؟ هناك دول الأطفال يسمى ديكال 12، مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم وفيتامين ب 12، ولو وضعته في ماء الشرب أو جرعت منه غلط ولا صح ويغلي عن الكافوزيال، وجزاك الله خير. كيف يتم تضريب الخروف ليكون طلوع؟ بيتضرب لوحده، كل ما في الأمر لما تشوف النعجة صرفة وهو عمال ينط عليها مش عارف يضربها، ترفع اللي تمسك له اللي كده، ترفعها لغايه ما هو بعد كده تلاقيه بيضرب لوحده. يعني ما ترفعلوش اللي من اول مره، ما تعودوش على المساعده، سيبه ينط مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما تلاحظ ان هو جابها، مش عارف يجيبها، بتاخد ايه معاك اليوم كله النعجه صرف، ما عرفش يجيبها، انت بتساعده بترفع اللي تخليه يضربها، بعد كده بردك بتسيبه للنعجه الثانيه، تسيبه لغايه ما ايه يحاول يجيبها لوحده، جابها لوحده يبقى كده خلاص بيضرب لوحده، مش بيعرفش يضرب لوحده يبقى انت هتتدخل معاه على طول. وكيف يتم معرفه الشيعة عند الاغنام؟ النعجه بتبقى واقفه زي الحيطه، ما بتتحركش للخروف، ما بتتحركش، ما بتهربش من الخروف، تفضل واقفه ما بتتحركش. وكيف نعرف ان النعجه مسكت عشر؟ ده بالسونار، لو عاوز تعرف، عاوز تجس بيدك بعد 3 شهور بالسونار، بعد 40 يوم بتجسها مفيش مشكله بالسونار. دواء الاطفال يسمى ديكال 12، مكمل غذائي كالسيوم، لو حطيته في ميه الشرب مفيش منها مشكله، لو شربته مباشره للاغنام مفيش مشكله، هو ما يغنيش عن الكافوزيال، الكافوزيال فوسفور، الكافوزيال فوسفور
الديكال عبارة عن كالسيوم وفيتامين ب، أما الكافوزول عبارة عن فوسفور وفيتامين ب. في حاجة اسمها ديكال فوس، ديكال فوس بيطري ملح، ده عبارة عن كالسيوم وفيتامين ب وفوسفور. لو عاوز استخدم الثلاثة مع بعض، عرفنا نسبة العلاف الجافة في التسمين تكون 3% من وزن الخروف، إذن كم تكون نسبة العلاف الملئة؟ ناس كتير بتسأل، احنا قلت العلاف الملئة حد الشبع بغض النظر عن نوعها، لأنها الكمية لأنها بتختلف من نوع لنوع، بس متوسط 1%. 3% وزن الخروف مادة ملئة علف مركز كحد أقصى، لما يأكل 3% مركز كحد أقصى، كحد أقصى يأكل 1% مالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا ريت لو تعرف علف مربين الأغنام في مرسى مطروح تقولنا، بصراحة الحمد لله اللحمة عندهم طعمها جميل جدا. ناس بتعلف اللحمة في مطروح، ناس بتعلف، في ناس بتعلف غلة فقط اللي هو القمح فقط، وفي ناس في مصانع أعلاف هناك بتصنع أعلاف، ولكن المهم مش في انها بتعلف غلة بس، نوع العلف، أي غنم بتعلف علفة كويسة علفة مظبوطة بيطلع طعم لحمتها ممتازة، طالما بتعلف علفة كويسة اللحمة بتطلع ممتازة، طالما الغنم بتعلف علفة مظبوط بغض النظر عن نوع العلفة، طالما العلفة كويسة. يعني في مليون نوع علفة، في ناس بتعلف قمح بس غلة بس، في ناس بتعمل خلطة ذرة على رضة على صويا، في ناس بتعلف غلة وصويا بس، في ناس بتعلف غلة وكسر فول، في ناس بتعلف ذرة وكسر فول، في ناس بتعلف مثلا بزلة وحمص، كسر بزلة وحمص، في مخلفات دي بتيجي بتوفر، كلها بتدي نفس الطعم، طالما علفة كويسة بتدي طعم كويس. غير الأعلاف بقى الغير تقليدية، الناس اللي طالعة اليومين دول القش ويعالجوه باليوريا ومش اليوريا، والتانية اللي هو السلاج كتره في التسمين ممكن بيعمل ريحة بسبب التخمر اللي فيه، ممكن قد تنتقل، أسمع ولكن ما عنديش دليل أكيد، ولكن الأعلاف اللي هي طبيعية مفيش منها أي مشكلة، ده بتبقى الغنم اللحمة بتاعتها ممتازة، أعلاف مليون نوع من العلف بيدي طعم لحمة ممتازة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تبارك اسمه أن يرزقها الذرية الصالحة، اللهم أمين يا أخ عمار. أنا أخوك عمار من الأردن، عندي 3 أسئلة اليوم مزالة قبل البدء مشروع تزمين. واحد، هل الخراف تحتاج إلى مصدر دفء في فصل الشتاء مثلا مدفأة حرارة أو غيرها؟ طبعا في الأردن عندكم الجو بارد تقريبا جدا، فمش لازم مدفأة، ما بتحتاجش تدفئة، مدفأة ما بتحتاجش، إنما تحتاج لو بالذات في الأخص في المواليد حديثة الولادة، تحتاج مكان مغلق تقوي فيه بالليل بعيد عن الأمطار بعيد عن طيارات الهواء الباردة فقط، بالأخص في المواليد حديثة الولادة بالأخص، ولكن ممكن لو أمهات كبيرة وعليها صوفها كويس مدفئة مفيش أي مشكلة تقعد برا عادي، ولكن الأفضل الإيواء ليلا من البرد، مش لازم دفايات، بالعكس تحط دفايات وتطلع الغنم طرعة هيضربها البرد وهتتعب، لا إنما المكان يحميها من الشتاء من الأمطار من الطيارات الباردة. عند شراء متراس خروف ذكور للتسمين بمعدل عمر 2 أو 3 شهور، هل من المتوقع عراق وقتال بينهم لسيادة القطيع؟ لا طبعا ما فيش، من الأحجام الصغيرة دي ما فيش فيها مشكلة، العراق بيكون أغنام كبيرة عمر 7-8 شهور 10 شهور غنم كبيرة، وتدخل غنم على غنم، أو ساعات بيطلع العراق ده من وسط القطيع، قطيع كبر 8 شهور 10 شهور بيحصل عراق، حتى من نفس القطيع نفس الغنم متربية مع بعضها بيحصل عراق، مين اللي هيسود القطيع، فين الريس وفين المرؤوسين، فهنا بيحصل عرف عمر على الأقل 10، لما العمر الصغيرة دي بيحصلش فيها الكلام ده خالص لا، وان حصل بيكون خفيف لعب يعني. كم كيلو انشرط خشب او حجر جيري احتاج لتغيير ارضيه الحظيره كل اسبوع لميت راس؟ لا للاسف مش هقدر اقول لك كميه دي، انا ما بستخدمش كميات، انا بفرش يعني الارضيه بتتنظف، بتفرش طبقه جير، طبقه ما تكونش تخانات، يعني لو عاوز تفرش جير لتطهير الارضيه كانك بتغبر الارضيه بس مش هتبقى طبقة، لأن الغبار الريجير مع حركة الغنم ممكن يعمل مشاكل تنفسية لما تتنفسه يعفر الجو، فأنت تعفيرة الأرض فقط بالجير تتعفر مش تبقى طبقة جير، تعفير فقط. أما النشارة بتكون في حدود 5 سنتي وكل فترة ممكن تزودها 10 سنتي، وبتشوف لغاية ما الفرشة تتبل تبقى طرية
بتطلع ريحة، لأن على حسب الكثافة عندك، كثافة الأغنام جوه الحظيرة هتظهر الفرشة هتتبل بسرعة ولا لا. كل ما كانت الكثافة عالية كل ما الحظيرة الفرشة تبلت بسرعة، تضطر تكنسها على حسب ما تتبل الفرشة. اتبلت لازم تتفرش وتتشال. يعني ممكن تعمل 10 سنتي فرشة تحتيهم، وكل ما تتبلت لها تبلت وريحة المكان أصبحت ريحة الأمونيا جامدة تكنسها، بغض النظر عن المساحة العدد متر راس والمساحة 120 متر. انت هتلاحظ بلل الفرشة اتبلت معك في اسبوع في اسبوعين، كل ما كانت بتبل بسرعة معنى كده ان انت الكثافة عندك عالية، يعني المكان مزدحم. كل ما كان المكان فاضي شوية، المكان واسع، الكثافة قليلة، بتلاقي الغنم الأرضية ما بتتبلش بسرعة، بتاخد معاك وقت طويل. ان شاء الله ده كده اسئلتك، ان شاء الله يكون اخر سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يا جماعه، في لو سمحت، في تاجر جنبي عنده فول بلدي مستورد رفيع ومكور شويه ولونه بني وسعره رخيص، يعني الكيلو ب 7 جنيه ونص، هل ده قيمته الغذائيه كويسه ولا مش كويسه؟ مع الشكر. طبعا لو بالنسبه للفول الرخيص ده بيبقى فول ثلاجات، والثلاجه قفلت عليه والفول اسودت، ما بتنفعش تروح للبني ادمين استخدام الادمي، بتروح للاعلاف. الفول سعرها 7 جنيه ونص، يعتبر غالي. الفول حوالي 28% بروتين، فول الحصد ده هي قيمتها الغذائيه ممتازه، 28% بروتين، 30% بروتين. سعرها 7 جنيه ونص، معاك انت الصويا ب 8.5 ل 9 جنيه، الصويا 44% بروتين، فحوالي ب 8.5 الى 9 جنيه الكيلو، فهي طبعا هي الافضل من ده. انما لو مش متوفره عندك الصويا، مش لاقيها، هات، ما فيش مشكله، السعر كويس ب 7 جنيه ونص، حط حوالي 15% على العلفة ولا حاجة، يرفع نسبة البروتين كويس، بس محتاجة تكسرها، لأن لو غنم لو صغيرة مش هتعرف تاكلها جافة كده، لازم تدش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي خروف عض الحمار، هو حاليا مش قادر يقف على رجليه اللي ورا، هل له علاج؟ للأسف والله، يعني ممكن تدي مضاد حيوي بنسلين، بس ما اعرفش، انا في ابر بتتحقن لعضة الحمار، انا اعرف في ابر بتتحقن في السعار في الكلاب، لكن بالنسبة للحمير للأسف اسأل اقرب دكتور بيطري. لكن اللي اقدر اقوله لك، تدي مضاد حيوي بنسلين، اي جروح بيساعد المضاد البنسلين، مضاد حيوي عام، اي جروح بيساعد البنسلين في التئام الجروح بسرعة عشان الجروح ما تلتهبش وتورم. فانت لو عندك بنسلين احقنه بنسلين سنتي لكل 10 كيلو لمدة 4 أيام على الأقل ورا بعض. عضل الحقنة عضل، 1 سنتي لكل 10 كيلو عضل لمدة 4 أيام ورا بعض. ولو فيه مضاد التهابات تحقنه برضك مضاد التهابات مع البنسلين عشان الجرح ما يلتهبش، وطهر مكان العضة كويس. فانا طبعا ما ننساش الاشتراك في القناة، كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.